الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يسود طقس صافي هذا اليوم في العاصمة عمان مع 29 درجة مئوية، الملموسة 28، الرطوبة منخفضة حوالي 52% والرياح تكون نشطة غربية الاتجاه. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ الشمال، الرياح نشطة وتربة مثارة في إربد 32 إلى 16، أجرش 32 إلى 15، المفرق 32 إلى 17، وعجلون 30 إلى 15. المنطقة الوسطى البلقاء 32 إلى 19، مأدبة 31 إلى 18، البحر الميت 38 إلى 24، والعاصمة عمان 29 إلى 18، أما الزرقاء 32 إلى 19. المنطقة الجنوبية الكرك 28 إلى 17، طفيلة 30 إلى 18، الشوبك 28 إلى 18، معان 31 إلى 21، والعقبة 38 إلى 28. المنطقة الشرقية رويشد رياح نشطة وأتربة مثارة 33 إلى 20، الصفاوي 33 إلى 18، والأزرق 35 إلى 20. إلى اللقاء.